السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير. هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب.
ده طبعا يا جماعة درس عن كيفية تحسين الكتابة العادية أو الكتابة العادية بالقلم العادي بخط النسخ، كتابة بسرعة وكذلك وفي نفس الوقت إيه شكلها جميل وشكلها حلو، ما التزمناش قوي بالقواعد ولكن حاولنا على قد ما نقدر إن احنا نكتب بسرعة ويكون شكل الكتابة بتاعتنا شكلها كويس. أتمنى أي حد شاهد الحلقة إنه يركز مع حركة القلم أثناء الكتابة، وهيلاحظ برضو ما بين كل كلمة والأخرى في مسافة أو في مسافات ما بين كل كلمة والأخرى. لو حافظت على المسافات دي وحافظت على شكل الكتابة بتاعتك، شكل الكتابة بتاعتك هتكون كويسة وهتكون مميزة بإذن الله. أتمنى أي حد شاهد الحلقة للنهاية إنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، وبكده تكون انتهت حلقتنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.